الإيمان يكون الاطمئنان، تكون السعادة، تكون الراحة. هذا سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما أسلم، حينما وجد السعادة والراحة في الدين، كان له أم يحبها حب شديد، فحينما علمت بإسلامه قالت: يا سعد، والله لا أكل ولا أشرب ولا أمتشط حتى تعود عن دينك، حتى تكفر بدينك. لكن سعد وجد سعادة في الإسلام، وجد راحة، وجد طمأنينة. أمه ما أكلت اليوم الأول ولم تشرب، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث. أتاها سعد في اليوم الثالث وهي لم تأكل وهي لم تشرب، شارفت على الهلاك. سعد ينظر إلى أمه وهي تهلك أمامه، سعد ينظر إلى أمه وهي سوف تموت إن لم تأكل وإن لم تشرب، لكن سعد وجد السعادة، لكن سعد وجد الراحة. أين وجدها؟ وجدها في الصلاة، وجدها في القرآن، وجدها في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. دخل سعد على أمه وقال لها: يا أمه اسمعوا. قال لها: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس، والله لو أن لك 100 نفس ورأيتها تخرج نفسا وراء نفس، والله ما رجعت عن ديني طرفة عين، والله ما رجعت عن ديني طرفة عين. دين الإسلام هو دين السعادة، دين الراحة، في الصلاة، في القرآن، في المساجد، في الحرم. والله نسعد أمام السعشات مع الأغنيات، مع المحرمات، مع المسكرات والمخدرات، والله نتعب ونشقى